ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما. معاكم جو من قناة كرش بوي، ومعايا حبيب قلبي وعيد سعيد على كل اخواتي كل سنة وانتم وحبايبي. طيبين، النهاردة اخر يوم في رمضان وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. انا زعلان قوي بجد ان النهاردة اخر يوم في رمضان. رمضان ده يا جماعة بننام ونصحى رمضان خلص، ايوه بيخلص بسرعة والله. بجد بيبقى شهر كله خير وبركة، ويا رب يكون عدى عليكم الخير والبركات السنة دي. امين يا رب. النهارده يا جماعه اللي انتوا طالبينه مني كتير قوي، أيوة. وقررت ان انا ما يخلصش رمضان بصراحه غير لما انفذ لكم رغبتكم انا وعم كيرو. قول لنا معانا ايه النهارده يا عم كيرو؟ النهارده يا جماعه احنا جايبين كحك، ومن 7 اماكن مش من مكان واحد. لاول مره في القناه نجيب سبعه. دي انا في مشكله في العدد، لكن هجيب اعمل لكم 7 فيديوهات في الاسبوع. ولو دعمتونا كويس في اللايكات والفيوهات والشيرات ممكن باذنك يا رب نوصل ل7 فيديوهات في الاسبوع، يعني فيديو يومي. طيب هنحضر الحاجه ونجيبها ونوريها لكم، وبعد اذنكم من اجل هذه اللحظه السعيده 20000 لايك لو سمحت، بعد اذنكم 20000 لايك، وشيروا الفيديو في كل مكان، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر التنبيهات. راجعين لكم على طول، اوعوا تروحوا اي حته. واول حاجه معانا العبد الفاليرو، سيباس عبد الرحيم، اويدا توينكي، سيدرا، واخيرا صاحب الرسمه المبهجه يا عم مندرين اويدر، ولا انا متفائل له خير النهارده. يلا بينا بقى ايه نقول لكم، انا متفائل لمين خير وكيرو متفائل لمين خير، وعاملين طبعا قهوه انا والمعلم كوكو. ايوه علشان ايه؟ نفصل ما بين كل حاجه وحاجه. توقعاتك ايه النهارده يا عم كيرو؟ كل واحد يتوقع توقعين. توقع تمام. انا مرجح 2، اول حاجه توينكي، وتاني حاجه انت مرجحها عبد الرحيم اويدر. عبد الرحيم اويدر انا فاكر. انا مرجح رقم 1 مندرين اويدر مش عبد الرحيم، ورقم 2 مرجحه انا تسيباس. انا حاسس ان دول هيبقوا اقوى 2، وكيرو حاسس ان الاثنين اللي قالهم هيبقوا اقوى 2. هنشوف مع بعض طبعا دون اي تحيز، طبعا كل واحد هيقول رايه والدنيا مظبوطه. احنا بس ايه قلنا حته سسبنس كده في الاول، هنجيب اول حاجه ونرجع لكم بعد اذنكم 20000 لايك لو سمحت. واول حاجه معانا النهارده يا جماعه، احنا كده كده هنبدا من الارخص للاغلى كالعاده في القناه، احنا دايما بنبتدي من ارخص حاجه. توينكي دي كانت مفاجاه بالنسبه لي ان طلع ارخص واحد، انا ما كنتش متوقع الموضوع ده. سعر الكيلو كام؟ 125 جنيه. 125 جنيه، ايوه يلا بينا. هو كان جاي في شنطه، طبعا جاي في شنطه وجاي في باكج تاني وباكج تالت، باكج محترم جدا جدا من احلى الباكجات، وفي حاجات برضو اجمد، يعني في واحده اجمد في الاخر. هنفتحها ونطلع بقى الكحك ونظبط السكر ونرجع ندوق مع بعض اول وارخص حاجه معانا. يلا بينا نحط السكر. هو بعتين كيسين سكر، هوريهم الحجم. كيلو الحجم يعني دي غريبه غريبه، ما هي غريبه فعلا، هي شكل الغريبه بالظبط. اسال حس انت من دي على دي بقى عشان ما تاخدش الاثنين مسكرين قوي. نشيل السكر هنا على جنب، ربنا يستر. ده احنا هنخلي الاستوديو النهارده ايه خرابه. سكر سكر سكر. يلا بينا نتذوق اول حاجه عم توينكي. يلا بينا. ما اتخطفتش، سمنه بلدي مش زهره، طعمه مش طعم كحك، مفيش يعني طعمه مش طعم كحك. السمسم والسمنه البلدي مش ظاهرين خالص، معرفش. ما يعني مفيش اي حاجه حسيتها بصراحه. لا مش هدوس في الثانيه بصراحه، ما عجبني. لا انا ما فكرتش اصلا، ما عجبني. انا معاكم، ده كان واحد من اللي كيرو مرشح انهم هيكسبوا بدايتنا ايه. يلا بينا بقى نخش بتاع. هاتي هندي ارقام. لا لا احنا عجبنا ما عجبناش، بعد كده نقول افضل مثلا 2 او 3. 2 3 عجبونا كل واحد، اكتر 2 3 عجبوه، وهنشوف مين فينا اللي هيكسب. تابعوا للاخر. انا مع مندرين اويدر وتسيباس، كيرو مع توينكل اللي خرج بره المنافسه من الاول، ومع عبد الرحيم اويدر. مظبوط، راجعين لكم تاني على طول. والتاني حاجة معانا النهاردة العبد ب 135 جنيه للكيلو، وبصراحة جاي شنطة محترمة قوي، والباكجنج جميل، وكان عليه ازاز ستريتش، وفي علبه تفتح العلبه تخش تلاقي علبه، يعني جو بصراحه، وتغليف العلبه من جوه، جو فخامه قوي. العبد مظبطنا، وهو النهارده يعتبر تاني اغلى واحد، يعني لسه في الرخاص جدا. هنحط عليه السكر ونرجع لكم تاني. وعايزين ايه منهم قبل ما 20000 لايك يا جماعه، بعد اذنكم اخر يوم في رمضان بقى، اخر يوم في رمضان وداخلين على عيد، خليكم كوره شويه. وها قد عدنا لكم بعد ما ظبطنا كل واحد كحكايتين وحطينا عليهم السكر، والى اللحظه الحاسمه التذوق. يلا يا عم كوكو. يلا بينا. دقع. هنا بقى ابتدينا الانبساط. مظبوط، في كحك، في سمنه بلدي، اي نعم مش قويه قوي، بس في حسيت سنه بالسمنه البلدي. السمسم هنا طاغي قوي. العجنه حلوه مع السكر جميل، وبيدوب في البق، بيعمل نغمات في بقك.
برافو العبد، انت يعني يعتبر من ارخص الناس في الكحك. حلو جدا، احنا جايبين كله طبعا ساده، كل اللي طالبينه النهارده ساده. اتفضل ورايا. انا هتفق مع جو في كل حاجه، وهنقول ان انا وجو عجبنا كحك العبد ده احلى حاجه حتى الان. ولسه رقم 2 لسه معانا 5 تاني، هنروح نجيب رقم 3 ونرجع لكم. وبعد اذنكم ال 20000 لايك والشير بتاعكم، واوعوا تروحوا اي حته. تالت حاجة معنا النهاردة الفاليرو، وده سعره 135 برضو بنفس سعر العبد. يلا بينا ندوق ونشوف. هنا بقى هو راشش غالبا السكر على ما اتذكر. ايوة بصراحة شكلها مبهج، شكلها جميل. احنا هناخد على طول من العلبة وندوق على طول. يلا بينا يلا بينا. مفيش بامنة، بسكوت بسكوت، مفيش بامنة ولا في تمتم، طعم بسكوت خالص. عم الفيرو ده الكحك بتاعه قريب جدا جدا من البسكوت، قريب في الطعم وقريب في درجه الهشاشان بتاع البسكوت. مظبوط، المفروض الكحك يبقى عامل زي الزبده كده، بتاكل بيدوب في بقك وبيدبش وبتاع. لا ده عامل زي البسكوت بالظبط، بسكوت طعما واطمطا يعني. وطعم السمنه بان في الاخر شويه افتر تيست، بس برضو ايه يعني ما عجبناش الفيرو. ما عجبنيش، هو بسكوت ميري عليه سكر تقريبا اقرب ما يكون ان هو بسكوت نشادر. ما اعرفش. بس عامه انا عجبني قوي ظبطت السكر بتاعته، اكتر واحد هو اللي ظبط السكر، هو حطه وظبطه. احنا لما بنحط برضو دي بتبقى على الرغبه، انما هو عامله اللي هو اللي هيعجب الناس كلها بصراحه، فدي يعني اشكره عليها. انما طبعا ده بسكوت للاسف بالنسبه لي انا وكيرو مش كحك، فهيتحقق ده راينا الشخصي طبعا. طبعا طبعا طبعا، كل واحد بقى وليه ذوقه الشخصي. احنا بنقول النهارده ذوق انا وكيرو. هنجيب رقم 4 ونرجع لكم، وبعد اذنكم اللايك الجميل والشير المتين. اوعى تروحوا اي حته. وها قد حضر عم تسيبس، حاطط في شنطه كويسه جدا وغلاف من جوه، يعني ها عادي مش مميز قوي، بس الشنطه طبعا نظيفه جدا. هنطلع قطعتين ونحط سكرتين ونشرب بق نسكافيهين ونرجع لكم على طول. يا لهوي على المرار، اصل انا بكره النسكافيه من غير سكر، وكيرو بيحبه من غير سكر، فهو مستمتع وانا تعبان قوي. يلا هنطلع الحتتين ونرجع لكم. ومن اول كده وهله لما جيت امسك الكحكايه، وده من اختياراتي، ده واحد من اللي انا قايل انه ممكن يكسب معانا، مزبد ومسمن كده تحس بيزفلط من ايدك. يا رب الطعم كمان يبقى مكتمل. يلا يا عم كيرو نتذوق. يلا بينا. هيا بنا دقنا يا عم تسيبس. حلو، بس في عندي شويه تعقيدات. السمنه البلدي مش الطعم مش قوي قوي، بس هو والله لما مسكته مزفلط. السمسم هنا ضعيف جدا على عكس العبد. العبد كان السمسم قوي قوي تحفه، والسمنه البلدي جت افتر تيست كان حلو. ده حلو مش وحش، بس مش القوه، مش اللي في دماغي. انا يعني كنت حاطط تسيبس من اللي هيكسب معانا النهارده، بس تسيبس يجي في المرتبه الثانيه حتى الان. حتى الان هو كده يجي بعد العبد، ولا انت كلامك مختلف؟ لا لا هو فعلا رقم 2 حتى الان معانا. ما في 2 وحشين دقناهم، واحد حلو قوي وده العبد جميل. توينكي كان لا، اول فيرو كان لا. فده هيجي في المرتبه الثانيه حتى الان. هقول لكم انا بقى ايه كان رايي في البسكوت ده. الكحك بتاع تسيبس هو برده قريب جدا للبسكوت، لان هو بيقرمش مش بيدوب في البق. طعم السمنه خفيف خالص فيه، مش باين يعني، حاجه ضعيفه خالص، ما فيهوش فعلا سمسم. فانا شايفه عادي يعني، هو مثلا يجي في المرتبه الثانيه بس برده ايه اكيد هيجي يعني نقول احسن الوحشين اللي موجودين يعني. انا لا مش هحطه في الوحشين طبعا، هو حتى الان كويس، بس هي فعلا نسبه السمسم كانت قليله قوي يعني. أيوة بس ما بديش 10%. بيقرش في بقك يعني، المفروض الكحك يعني بيدوب كده في البق. هو بالنسبه لي متوسط يعني، ما مش لدرجه بسكوت طبعا لا. انا بالنسبه لي هو كحك، بس ايه كان عايز سنه سمنه بلدي تاني ويبقى دايب سنه. ماشي، هنجيب رقم 5 ونرجع لكم. واضح ان التحدي بين انا وكيرو هيشتد، لان انا خرج من عندي منافس. أيوة وهو خرج من عنده منافس. فاحنا كل واحد دلوقتي ليه فرصة واحدة. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. بعد اذنكم اللايك والشير والجمال بتاعكم. رقم 5 جه على حظي، ده عبد الرحيم كويدر، سعر كيلو 160 جنيه. يلا بينا نفتح مع بعض وندوق. بصراحة الباكجينج بتاعهم 10 على 10 يعني، عشر غالبا عشر. ممكن يكون احلى باكجينج النهارده. توينكي كان عاجبني، وتوينكي كان جميل برضه، لان جميل علبة جوه علبة جوه علبة، فكان حاجة تحفة. هنا برضو حاطط السكر زيه زي الفليرو، ده تاني واحد يحط هو السكر. وقلنا لكم السعر وناخد بق القهوه وبعدين. ماشي،
يا ابوي يا ابوي. 10 على 10. يلا بينا يلا بينا يلا بينا نتذوق بعض المرار اللي انا شربته ده. مرار انا بالنسبه لي خدت مرار رغم ان نقيت واحده مليانه سكر. لا هو السكر بتاعه ضعيف قوي قوي فعلا. احنا هنزود له سكر وندوق ونور راينا تاني. حاضر. هو المفروض ده بس انت كده لو جيبه في البيت عندك سكر مش هتنفع. حاضر هنزود سكر نديله فرصه اخرى. يلا بينا ندوق واحده غرقناها سكر. الفرصه الثانيه. كده كده بصراحه يبقى انا عملت مع كيرو وعم عبد الرحيم اويدر الواجب بزياده. يلا بينا. انا ما فرقتش معايا بنكله بصراحه، سكرته سنه بسيطه، السمسم قليل قوي، السمنه البلدي ماشي موجوده وطعمها بيظهر افتر تيست قوي جدا واثناء في الاول. بس في الاول انت بتاكل سنانك بتوجعك، بعدين بعد خمس ست فرمات كده بسنانك بيبتدي يدوب، انما في الاول رزل هيتعب لك يعني. انا فكي تعبني منه. لا برضو ما انبسطتش من هذا الاخ، لا زبطت سكر ولا زبطت سمسم. هي الحاجه الوحيده السمنه البلدي هي اللي كويسه فيه، وفي الاول بيبقى رزل بيبقى ناشف شويه بعد كده بيدوب. اتفضل يا عم كيكو. انا اتفق مع جوف في موضوع السمنه البلدي، فعلا هو السمنه البلدي قويه فيه، وانت بتاكل وبعد ما بتاكل السكر بتاعه ضعيف، التكستشر بتاعه فعلا مش 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 كويس. هو يعني في سنه بسكوت وفي سنه في سنه كحك. الله ينور عليك الله ينور عليك. بس فهو مش افضل حاجه للاسف. انا كده الاثنين بتوعي طلعوا، انا لسه ناقص لي واحد جوه الملعب وهو عم مندرين اويدر. ان شاء الله هو اللي يكسب. يا اما لو مندرين اويدر ما كسبش اللي هيكسب العبد، يعني يعتبر ارخص واحد. لسه في صدره هنشوف. اوبا ده في صدره، ده صدره ما شاء الله، ده لسه في صدره. بقى انا وكيرو عمرنا ما جبنا منه حاجه في حياتنا. ايوه ولا جاتوه ولا شرقيات ولا اي حاجه، جبنا اي حاجه، فهتبقى اول تجربه لصدره في حياتنا. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. اوعى تروح اي حته. والان لازم بقى اطبل بقى دلوقتي معانا مندرين اويدر ملك الساحه بتاع الفلاحه. زي ما انتوا شايفين كده كحك. بصوا الكحكه خناقه، كحكه معرفش ده ازاي نص كيلو بس، تخبطها في دماغ الصعيدي تفتحها نصين. انا الصعيدي عشان ما حدش يقول انها بتريق على الصعايده، يعني اخبطها في دماغ. انا سعره 160 جندي، يعني نفس سعر عبد الرحيم اويدر بتاع كيلو اللي خسر من شويه. وقبل ما ندوق ناخد بق النسكافيه المرار. بصوا اتفرجوا عليا وانا بشربه. يا نهار اخضر. عذاب عذاب عذاب، اعوذ بالله. دوق يا عم دوق يلا بسرعه عشان عايز سكر بقي. دي هحطها ازاي كلها في بقي بقى؟ يعني انا اللي فات كله حطيتها كلها في بقي. دي بص لما احطها في بقي هتعمل ازاي. سكر هنا زعوي. مندرين اويدر تمام، هو حلو ووحش بنفس الوقت. او يعني ايه، هنقول لكم دلوقتي اللي فيه. أوه. السكر بتاعه لازع جدا جدا جدا، وافتر تيست بيقعد معاك كتير قوي، هيغطي على معظم ايه الطعم بتاعه. السمسم ضعيف، الخبزه بتاعته يعني ايه حلوه بس مش افضل حاجه، يعني ايه مش افضل حاجه مش افضل حاجه. يعدي تمام. فهو يعتبر لغايه دلوقتي العبد رقم واحد، مندرين اويدر رقم اثنين. تمام. انا بالنسبه لي الخبزه حلوه جدا في اول قطمه، السكر حلو جدا، نسبة السمسم مش عالية فعلا زي ما كيرو قال، لا قليلة شوية بس بالنسبة لي لذيذة. بس السكر هنا للأسف قائد بطريقة فظيعة، حتى في افتر تيست لغاية دلوقتي جوه بقى. يعني كنت مبسوط قوي بس كل شوية السكر بيزيد بيزيد بيزيد. انا من اول ما حطيت الكحكاية بقى والله والسكر بيزيد. انت عشان ما بتحبش السكر قوي. يعني السكريات مش حلوة قوي فيها. فبالنسبة لي طبعا طبعا برضو رقم اثنين، وحتى الان رقم واحد العبد، ورقم ثلاثة بالنسبة لي حتى الان هو تسبس، وبرضو غالبا كيرو هيتفق معايا. تمام. هنجيب بقى اخر واغلى واحد، ودي دخلتك يا عم كيرو، راجعين لكم اخر حاجة. واخر حاجة معانا النهاردة يا جماعة، واصغر علبة موجودة هي علبة سدرة. ده سدرة وسعر الكيلو 180 جنيه. ما شاء الله. ما شاء يلا بينا نفتح وندوق ونشوف. تمام. حاطط السكر لوحده والكحك لوحده، هنحط السكر ونرجع لكم ندوق سوا.
والان مع لحظه الحقيقه هي لحظه الحسم. عم سدرة اللي احنا اول مره ندوقه واللي كل الناس طالعه بيه السما، اتمنى ان يبقى ان هو اغلى واحد، ان هو يبقى اجمد واحد طبعا باذن الله. يلا بينا يا عم كوكب. يلا بينا. تستاهل 10 على 10. الأطعمة شغالة بتحلو في بوقك. في لعب. برافو. رقم واحد طبعا 10 على 10. هنفوق كده ونرجع له طبعا. ده مش هيتشرب، مش هكمله خلاص، هي مهمته خلصت. كيرو بالنسبة له ده ده هو دي سعادة، ده هو خده حطه جنبه هيرفع على بوق واحد دلوقتي عادي جدا، بيعشق اي حاجة من غير سكر. يا جماعة مبروك عليك، ما اشربش مية واشرب نسكافيه. مبروك عليك يا عم، حلال عليك حبيبي يا جو. طيب فيديو جميل ممتع جدا جدا جدا، قوي قوي، مفاجآت، واول مرة اعمل 7 حاجات مع بعض في القناة. ومن ابو اخر الاثنين بتوعي طلعوا والاثنين بتوع جو طلعوا من ابو اخر. بس مش طلعوا، خد بالك انا عندي مندرين اودر ماسك مركز ثالث. تن تن صباح الفل. الثالث مالوش نايم. ماشي خلاص عشان خاطر كيرو. بس عامه يعني انا كنت متوقع ان حاجه من الاثنين بتوعي هتاخد مركز اول وكيرو نفس الموضوع. احنا بنتكلم في المركز الاول. اللي مسك مركز اول سدرة وبجداره وباكتساح وبشلاليت وبوكسات وكل حاجه. سدرة الباشا، العجنه طبعا تحفه، سمسم بره وجوه حلوه، سمسم بره وجوه، دي فابريكا بره وجوه. فعلا بجد انا مش بتريق، سمسم بره وجوه، يعني سمسم جوه الحشوه وسمسم من بره، والكحكايه برضو مسكره شويه، مش سكر مظبوط بالملي، يعني ممكن تاكل الكحكايه من غير ما تحط عليها سكر، فهي اوريدي مش محتاجه سكر اساسا، هو ظابطها بالملي. شابو برافو. وطعم السمنه، طعم السمنه البلدي جميل جدا. طبعا ده هي دي اول حاجه خلتنا نسقف ونعمل كده، السمنه من اول قطمه. ده طعم كحك، انت بتاكل كحك بتقعد تزيد معاك ايه، بتبتدي معاك سمنه 10% 20% لغايه ما بتوصل 100%، يعني هو في تحول بيحصل. ايوه برافو، حلو جدا. لا يستاهل فعلا السمعه اللي طالعه عليه، السمعه الكويسه اللي طالعه عليه، ونرشحه بقوه للناس كلها. طبعا هتجربوا حاجات كحك وبسكوت وبتيفور والكلام ده، طبعا جربوا. رقم 1 سدرة. رقم 2 ودي اللي كانت مفاجاه، العبد يا جماعه. شابو لعبد طبعا، وانت كسعر يعني العبد كان ب 125 جنيه كيلو، سدرة بنتكلم ب 180 جنيه كيلو، ان هو يجي بعديه على طول، يعني نص كيلو فرق تقريبا. يعني انا ما عنديش مشكله على فكره والله العظيم ان انا لا اجيب العبد برضو عن سدرة، العبد عجبني جدا. بالنسبه للسعر يعني طبعًا. اللي عايز يجيب العبد الاثنين حلوين، وهو يبقى مرتاح كمان، الاثنين حلوين جدا، بس هو اللي هيبقى واخد خطوه لفوق سدرة طبعا. ورقم 3 جه معانا مندرين اويدر، يعني ها مندرين. طب اقول لكم حاجه يا عم، سيبك انت مش داخلين تحدي خلاص. بصوا اللي بعد كده العاديين او الكويسين مش الواو، مندرين اويدر وتسيبس توينكي والفليرو والفليرو وعبد الرحيم اويدر الثلاثه دول يعني افضلهم الفليرو بصراحه، عجبني السكر بتاعه كان ظابطه قوي. التلاتة دول مش قد كده. تمام. وكده نكون جبنا لكم نهاية الحلقة ونهاية شهر رمضان الكريم. انت بتفكرني ليه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تعيدوا احلى عيد في حياتكم السنة دي باذنك يا رب. طيبين. ولو عجبكم الفيديو بعد اذنكم يا ريت 20,000 لايك وتعملوا شير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد، ونشوفكم على خير. وكل سنة وانتم طيبين، وكان معكم جو كيرش بوي وكيرو. سلام.